الراديو 90 90 هواها مصري. من الحاجات التانية برضو يا دكتور اللي بنسمعها، ان لما واحدة تبقى في بداية حملها في اول 3-4 شهور مثلا ما عندهاش ميل للقيء، يقعدوا يقولها لازم تروحي تكشفي وانت كده الحمل فيه مشكلة، واصل علامة الحمل والهرمونات بتتغير انك لازم تبقي عندك الاحساس بالقيء، وبيبدأوا يوتروها لدرجة انها ممكن الموضوع يقلب معاها نفسي تبقى مش عارفة تبطل. صح، ده برضو من اشهر الاخطاء الشائعة. خلينا نحط له عنوان اشمل شوية، وهو انه في ناس بيعتبروا انه اعراض الحمل وتحديدا الميل للقيء والدوار وفقدان الشهية والكلام ده كله لازم تحصل، والحقيقة ان ده مش صح، او مش لازم يحصل. يعني ان في اعراض حمل مختلفة جدا جدا جدا، بتختلف من ام الام، والمفاجأة بقى انها ممكن تختلف عند الام نفسها من حمل الحمل. يعني انت ممكن وانت مثلا حامل في ياسين كنت بتحسي بحاجات غير ليلى، انت فاهمة قصدي، حاجات مختلفة خالص، فما بالك اذا كان يبقى الحمل نفسه بيختلف من حمل الحمل. صح. فبالتالي الحمل اعراضه بتختلف من ام الام. اكيد. وكان في قاعدة طبية دايما ندرسها في كتب الطب، انه من ضمن اعراض الحمل ان احنا ما نشوفش الاعراض دي خالص، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا في الكتب الطبية ان عرض الحمل المؤكد الوحيد البطل هو انقطاع الدورة الشهرية، يعني اللي هو ان ما يبقاش في دورة شهرية بس اثناء الحمل، يعني لانه اذا وجد يعني يبقى ده نزيف بقى وحاجة تانية لا قدر الله، انما انقطاع الدورة الشهرية، انما يبقى معنى كده انه الغثيان او الميل القيء مش شرط يظهر عند كل الناس. طبعا. الترجيع مش شرط يظهر عند كل الناس، الدوار مش شرط يظهر عند كل الناس، العصبية مش شرط يظهر عند كل الناس. صح. الوحم مش شرط يظهر عند كل الناس، يعني هي تختلف من امرأة الأخرى. بالزبط. شفت حددت امرأة الأخرى. بالزبط. من الشباب من امرأة إلى أخرى. طب يا دكتور دايما نسمع أول 4 شهور لازم تنامي على ظهرك. ايه طبعا ده برضو انا خطأ. بصراحة شقلبت. طبعا ده خطأ شائع برضو، ان الحكاية النوم على الظهر دي بتحصل بس في احوال الحمل المهدد، اللي هو انه بيكون في الحركة اللي هي المصاحبة للحمل بيكون في خوف من فقدان الجنين او فقدان الحمل. تمام. ودي على فكرة احوال نادرة جدا، وحتى الحمل المهدد ده في منه درجات يا فاطمة، يعني مش كله لازم نوم على الظهر، في منهم بتبقى في حقن لتثبيت الحمل مثلاً. في منهم بيبقى نوم على الظهر، في منهم بيبقى بس مراعاة للحركة شوية، يعني انما مش نوم بشكل دائم على الظهر. تمام. فالقانون هنا انه بالعكس انت عيشي حياتك عادي خالص وروحي وتعالي وكل حاجة، بس لازم تتجنبي الاحوال اللي فيها عنف شوية، الشيل الحاجات التقيلة، تغيير البوزيشن او تغيير الوضع من حالة لحالة بشكل مفاجئ. دي برضو بالحاجة، فده برضو دي حاجة حلوة قوي ان انت اثرتيها، انه ده برضو معتقد خاطئ وللأسف راسخ جدا عند الناس، للأسف ان الحامل اول ما تعرف انها حامل تروح راجعة مرجعة منصلي على كرسي على ورا. بالزبط كده، وتقول انا حامل وتحط ايديها ورا ظهرها وتبتدي المشية بتاعت الحوامل دي. ماشي. على فكرة بص يا دكتور بصراحة المشية دي بتيجي يعني بتيجي من الشهر السابع. بالزبط. لا في ناس من الشهر الاول ده ايوه ده من اول الاختبار الحمل بنلاقيها حصل رجعت لورا كده زي ما رجعنا كرسي العربيه. اقول لحضرتك على سر، انا بعد الحمل ولحد دلوقتي عندي مشكله في السلالم. وانا حامل كنت ببقى حاسه انا مش شايفه السلم، هي بطني قدامي فمش شايفه بشكل عام ولا اثناء الحمل؟ لا ده من بعد اثناء الحملين وانا عندي مشكله في السلالم دي لحد دلوقتي. تمام. ان انا كان مش قادره اقول الكرش، يعني بطن الحمل بقى ما شاء الله قد كده، فانا مش شايفه السلم، وكانت دايما محسساني ان انا تقيله فعامله بالانس. بعد ما ولدت بقى الولاد الاثنين وخلاص البطن دي راحت وبنزل على السلم بحس ان انا شايفه السلم، فده بحس ان انا هتقلب على قدام. أيوة. وبحس ان انا اخف، في حاجه مخلياني مش راكزه. هو يعني على طول عندي رعب السلالم بقى اتعالج روحي اتعالجي وتعالي. حاله غريبه شويه، يعني انت عندك حاله خاصه شويه، فيعني فخلينا نقول ان هي برضو ده خطا بتعملوه زي بنت فاطمه، يعني ممكن تنزلي السلالم بالجنب او يبقى معاكي حد ترابزين والله ما تنوري نور او في حاجه، في مشكله. تمام. من الحاجات التانية برضو يا دكتور، الموضوع اللي قلت لك هي اللي بضحك يا دكتور عايز ما صدقتني، اصل في كم اخطاء رهيب يعني. لا وللاسف انت نفس الخطا اطلعي بره. لا المرعب يا فاطمه والمضحك والمذهل ان احنا بنتكلم في الاساسيات، يعني انت فاهمه كميه المعلومات الخاطئه في الاساسيات مرعبه، يعني انت فاهمه يعني اللي هو يعني ازاي وفي كم منها كتير يا دكتور على فكره حاجات متوارثه. ما هي ده اللي بقوله بقى، عشان كده لازم المعتقدات الراسخه دي تتغير بقى، يعني في حاجات لازم تتغير.